لو نظرنا إلى أعظم وأهم الكتب الفقهية في داخل مذهب الإمام مالك المدونة، وكما يعلم طلبة العلم أن المدونة ليست للإمام مالك، وإنما هي مسائل جمعها الإمام صحنون وسأل عنها ابن القاسم وطلب منه أن يبدي له رأي الإمام مالك رحمه الله في هذه القضايا. وأجوبة ابن القاسم كانت متنوعة، أحيانا يكون الجواب بنص قول مالك، يقول سمعت مالكا يقول في هذه القضية ثم يجيب، فهذه لا شك أنها نص من الصاحب من الإمام صاحب المذهب في هذه القضية. الصورة الثانية أنه يقول لم أسمع من مالك في هذا شيئا، لكن سمعته يقول كذا، فيخرج على قول الإمام مالك في مسألة أخرى فيستنبط منها قول مالك في هذه القضية. والصورة الثالثة أنه يقول لم أسمع من مالك فيها شيئا وأرى كذا وكذا، فيعني ينسبها لنفسه ويذكر رأي نفسه. والعلماء اليوم يعتبرون أن قول ابن القاسم في المدونة هو لا شك أنه من أعظم أصول ما كون فيما بعد المذهب المالكي. قول الله يدعو لك يهديك البشائر.